نرحب بحضراتكم من جديد، وكعادتنا هنبدا معاكم اولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكره باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح. ومن اهمها امبارح عقدت قمه ثلاثيه بين مصر والاردن وفلسطين بمشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين وعاهل الاردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس. طبعا ده كان على هامش انعقاد مؤتمر الاستجابه الانسانيه الطارئه في قطاع غزه اللي عقد بالمملكه الاردنيه الهاشميه. القادة الثلاثة أكدوا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ودعوا لتكاتف الجهود الدولية من أجل تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. رئيس عبد الفتاح السيسي كان له كلمات مهمة في هذا الأمر، خلينا نشوفها. قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين عقدت بالأمس بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالمملكة الأردنية. القادة أكدوا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ودعوا لتكاتف الجهود الدولية لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية بوصفها السبيل الوحيد لمنع توسع الصراع وتحقيق السلام والاستقرار والتعايش بالمنطقة، فضلاً عن رفضهم للممارسات الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية المحتلة ورفضهم لأي مساس بالمقدسات الدينية أو محاولات توسيع الأنشطة الاستيطانية. كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر حذرت مراراً من خطورة هذه الحرب وتبعاتها والتداعيات الجسيمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، والتي أدى المضي قدماً بها إلى إقامة وضع يعوق التدفقات الإغاثية التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح. إلزام إسرائيل بناء حالة الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع، وإلزامها بإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه. والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبحر الميت مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية لغزة. اللقاء شهد تأكيد متانة وعمق العلاقات والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة مؤخراً، مما يفتح الباب أمام مزيد من تعزيز التعاون في ضوء الروابط والمصالح المشتركة التي تجمع الجانبين. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بالمملكة الأردنية. الرئيس أكد خلال اللقاء موقف مصر الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية وحرصها على مساندة جهود السلطة الفلسطينية للحفاظ على حقوق ومقدرات الشعب الفلسطيني، لا سيما حقه المشروع في دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. كما التقى أيضاً الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالمملكة الأردنية، وشدد الزعيمان على رفضهما أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مع دعوتهما لتكاتف الجهود الدولية لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.